إبداع مغربي، جنون مغربي، عظمة على عظمة يا مغرب. المغرب تبهر الملايين بأداء ولا أعظم، بمتعة ولا أجمل، بفوز مع الرأفة بثلاثية على المنتخب العراقي. هيرفر نار الثعلب الفرنسي يفاجئ المنتخب المغربي الأولمبي بتصريح تاريخ عقب مباراة العراق مباشرة. ولكن في البدايات كل واحد بيحب وبيشجع المنتخب المغربي العظيم برحب بيه وبرسل ليه تحياتي، وإن شاء الله الحلقة دي توصل لأكبر عدد من الناس بيكم وبدعمكم. هيرفر نار تغنى بالمنتخب المغربي الأولمبي وأكد أن المغرب اليوم قدمت مباراة مثالية خالية من الأخطاء. أخطاء جميع اللاعبين تباروا في إظهار مهاراتهم وقدراتهم الكبيرة. هيرفر نار تحدث أن المنتخب المغربي تميز اليوم عن المباراتين السابقتين الأرجنتين، ورغم الفوز والمباراة الغريبة والخسارة أمام أوكرانيا، إنه بدأ المباراة ضاغط على المنتخب العراقي من أول ثانية، فرض أسلوبه، فرض شخصيته، وقدر ريتشارلسون يسجل هدف رائع جدا جدا، ثم سفيان رحيمي والتاني، ثم الزلزولي، وهدف عظيم للغاية. هكذا وصف هيرفي رينار هدف عبد الصمد الزلزولي. رينار قال ان الشوط الثاني اللعيبة عملت مجهود عظيم الشوط الأول، وبالتالي الأداء انخفض قليلا في أحداث الشوط الثاني، أمر طبيعي جدا. لكن الأهم هو مباراة ربع النهائي، إن المنتخب المغربي خلاص بيرسل رسالة للكل: أنا المغرب، أنا هكتسح الكل، أنا صاحب الميدالية الذهبية إن شاء الله.